محتوى العلبة. حقيبة الحمل الخاصة التي تستخدم من أجل حماية كافة الإكسسوارات والأجهزة. وحدة نظام إيفو. اللوحة الإلكترونية. أشرطة الفلاش ديسك وأجهزة الشحن من 5 فولت إلى 2 أمبير. قوموا بشحن جهازكم فقط بالشاحن المرافق مع جهازكم. مولد شاحن السيارات. محول المأخذ العالمي. محول المأخذ الكهربائي الذي يوفر الاستخدام مع المآخذ الكهربائية في أي منطقة من العالم لأجهزة شحنكم. آلة الشحن القابلة للحمل. غلاف الألواح الإلكترونية المتعددة الوظائف. غلاف وحدة النظام. علاق غلاف اللوحة الإلكترونية. علاق الحقيبة. دليل الاستخدام. وحدة النظام والأزرار. LED الصمام الثنائي الباعث للضوء. الضوء الأخضر يظهر لنا الجهاز مفتوح وجاهز للاستخدام. الضوء الأزرق ففي حال إذا كان المنتج يشحن فسوف يتم إنارته وإطفاؤه، وعندما يتلقى الشحن الكافي سوف يبقى الضوء الأزرق مشغلا دون أن ينطفئ. الضوء الأحمر يظهر لنا أن الشحن ضعيف، ففي حال إذا شاهدتم الضوء الأحمر الرجاء القيام بشحن جهازكم. مدخل شحن الفلاش ديسك. يمكنكم استخدام شريط شحن الفلاش ديسك المصغر من أجل شحن جهازكم. الجذع الرئيسي يشحن بقوة 5 فولت. لا تقوم بشحن جهازكم بقوة تفوق 5 فولتات. استخدموا فقط مولد الشحن الذي تم منحه لكم مع المنتج فقط. عملية الشحن مع جهاز الشحن بالمأخذ الكهربائي الجداري الذي يتم إعطاؤه لكم مع المنتج تستغرق 3 إلى 4 ساعات، بينما جهاز شحن مدخل السيارات يستغرق 5 إلى 6 ساعات. ففي حال قيامكم بشحنه مع باور بانك أي جهاز التخزين الكهربائي ففترة الشحن تستغرق وقتا أطول. زر البدء يستخدم من أجل البدء بنقل المعطيات. الإيقاف التشغيل يساهم في إيقاف وتشغيل جهازكم. الأوتوماتيكي يساهم في البدء بعملية المسح الأوتوماتيكية. مان يساهم في البدء بعملية المسح اليدوية. لايف يساهم في البدء بنقل معطيات مباشرة ثنائية الأبعاد الجرافيكية. بلاك يساهم في إخراجكم من الوظيفة التي أنتم فيها. إنارة الليد الزرقاء يظهر لكم فعالية وضعية البحث المختارة. حلقات ضبط الطول هي عبارة عن حلقات موجودة فوق الجزع التلسكوبي من أجل ضبط طول المنتج. الوجه البيني للتطبيق يساهم في إخفاء لوائح الأماكن الموجودة في زوايا اللائحة التي تظهر على أسفل ويسار شاشة التطبيق وإظهاره مجددا. في حال إذا قمتم بلمس هذا القسم سوف يختفي مؤشر اللائحة وسوف يتيح لكم مجال أكثر من أجل تدقيق الرسم البياني. من أجل مشاهدة اللائحة مجددا يكفي أن تقوموا بلمس القسم الأسفل والأيسر الظاهر مجددا. المسح الأوتوماتيكي يقوم بتنشيط وظيفة أخذ المعطيات أوتوماتيكيا من الجهاز. المسح اليدوي يقوم بتنشيط وظيفة أخذ المعطيات اليدوية من الجهاز. البحث المباشر يقوم بتنشيط وظيفة البحث المباشر مع الجهاز. افتح الملف يمكنكم القيام بفتح المعطيات التي سجلتموها مجددا والتدقيق فيها. الضوابط يساهم في فتح لائحة الضبط العام الذي سوف تجرونه في التطبيق. ربط البلوتوث يساهم في تحقيق ربط البلوتوث في جهازكم. زاوية الرؤية تستطيعون تغيير زاوية الرؤية الجرافيكية. التحليل العميق تستطيعون إجراء التحليل العميق على الجرافيك. خط الشواء يساهم في فتح وإقفال مظهر الشواء على الجرافيك. المعطيات العددية تستطيعون مشاهدة القيم العددية للمعطيات المأخوذة.
لوحة الألوان، تستطيعون تغيير ألوان المعطيات التي تم أخذها في الجرافيك. سجل، تستطيعون تسجيل المقاييس المأخوذة، يتوجب عليكم تسمية كل ملف. المساعدة، يساهم في فتح لائحة المساعدة. معلومات الجرافيك، يفتح النافذة التي تظهر معاني الألوان في الجرافيك. الربط مع الجهاز، ففي حال قيامكم بتحميل التطبيق التحليلي لإيفو الثلاثي الأبعاد في جهاز اللوحة الألكترونية التي تمتلكونها أو هاتفكم الذكي، فلدى فتحكم الجهاز في حال إذا لم يتم ربط جهاز إيفو مع الربط اللاسلكي، سوف يتم ظهور تنبيه ذلك على الشاشة الأساسية. يتوجب عليكم مسبقاً القيام بعملية الربط اللاسلكي بين الجهاز والجهاز المحمول. قوموا بالضغط على رمز الربط الموجود على الشاشة العامة للتطبيق. قوموا بالضغط على كتابة أجري المسح التي تظهر على الشاشة. بعد البحث عن التطبيق لفترة من الوقت سترى الأجهزة اللاسلكية. قوموا باختيار جهاز إيفو على هذه الشاشة. ففي حال إذا طلب منكم كود الربط أثناء إجراء عملية الربط اللاسلكي، قوموا بإدخال الرقم 1234. سوف تشاهدون كتابة لقد تم الربط على الشاشة الأساسية بعد نجاح عملية الربط. بعد إجراء عملية الربط سوف تشاهدون في الزاوية العلوية اليسرى اسم الجهاز ومؤشرات الشحن والبطارية التابعة لجهازكم ورمز الربط اللاسلكي الذي يظهر لكم إجراء عملية الربط. ففي حال إذا لم يتواجد أي ربط فلن يظهر الرمز، وسوف يكون يتواجد إشارة X أو ضرب فوق رمز الربط اللاسلكي. تستطيعون البدء بالمسح مع خيارات المسح المناسبة لعملكم بعد إجراء ربط البلوتوث. إعداد البحث، يتوجب عليكم الانتباه بما يتعلق بالمقاس المؤثرة التي سوف تجرونها قبل البدء بأخذ القياسات مع جهازكم. يتوجب عليكم امتلاك معلومات بخصوص مجال المسح الذي يتم إجراؤه. يتوجب عليكم أخذ معلومات مثل بنية التربة وماضيها في المجال الذي يتم إجراء البحث فيه. يتوجب عليكم القيام بالنظر لحالة الشحن والبطارية الموجودة في جهازكم أثناء عملية المسح. يتوجب القيام بالمسح مع منتج الشحن الكامل من أحد عناصر التأثير في مستوى مقاسات البطارية المنخفضة. لا يجب تواجد عناصر مثل المغناطيس، مضخات الصوت، العناصر التي تمتلك التأثير المرتفع، محطة القواعد، الخطوط الكهربائية الرئيسية وخطوط التوتر العالي تكون على بعد 50 متراً من المكان الذي تجرون فيه المقاس. لا يتوجب وجود عناصر تمتلك التأثير الكهرومغناطيسي العالي على الشخص الذي يقوم بإجراء عملية المسح. يمكن أن يؤثر سلباً على نتائج المقاسات كل من الحرارة، موجات الراديو، الطاقة الشمسية، المعادن الأرضية، التربة ذي البنية المرتخية، الملح والماء وغيرها من هذه الأمور. يتوجب عليكم القيام بإجراء المقاس داخل المحور الشمالي الجنوبي بشكل دائم من أجل تأثير التموجات الكهرومغناطيسية في مقاساتكم. يتوجب عليكم القيام في كل عملية المسح أما من الشمال للجنوب أو من الجنوب للشمال. ننصحكم باستخدام البوصلة من أجل إيجاد وجهتكم. ينصح قيامكم بالبدء بالبحث بجهة الشمال. يتوجب على الجهاز أن يبقى بشكل عمودي على الأرض وأن لا يتعرض لأي اهتزاز. يتوجب أن يكون ارتفاع جهازكم عن الأرض ما بين 10 سنتيمترات إلى 15 سنتيمترات، ويتوجب عليكم المحافظة على هذا المستوى من الارتفاع أثناء كافة المقاسات المأخوذة. يتوجب عليكم رفع جهازكم ووضعه أثناء كل إشارة من إشارات المقاس. يتوجب أن يكون حجم المقاس المقترح على الأقل بحجم 10 ضربات إشارة على الأقل و10 تسلسل بحث، أي 3 أمتار ب3 متر. في المنطقة التي حصل لديكم الشك فيها في مكان إجراء المقاس، يتوجب عليكم البقاء وسط المقاس الذي تجرونه. ففي حال إذا كان معطيات الفراغات أو المعادن التي تم أخذها في الجرافيك على الجوانب والزوايا، يتوجب عليكم أخذ هذه المعطيات في الوسط وأخذ المقاسات مجددا. ففي حال إذا حصل مسح في الأماكن المجهولة، يتوجب القيام بمقاسات واسعة بشكل عام حينها. على سبيل المثال، يتوجب القيام بالبحث ب20 إشارة و20 تسلسل. يتوجب علينا توفير مسافة بحجم 30 سنتيمتر بين كل عملية بحث وعملية بحث أخرى، ويكون المسافة 30 سنتيمترا أيضا بين كل إشارة الضربة وإشارة الضربة الأخرى.
يتوجب عليكم إجراء المقاس في حالات الأماكن الأكثر وسعاً نسبياً وفق حجم المكان الذي يؤخذ فيه المقاسات. ففي حال إذا كنتم تبحثون عن عناصر كبيرة الحجم مثل المقابر والغرف، يمكن أن تزيدوا المسافة بين إشارة كل ضربة. على سبيل المثال، يكون المسافة بين إشارة كل ضربة وإشارة الضربة الأخرى 50 سنتيمتراً. ففي حال إذا كنتم تبحثون عن مجسمات صغيرة تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنتيمتراً، يتوجب أن يكون المسافة بين إشارات الضربة أقل. فأي مجسم مدفون تحت التراب وأن يبقى لفترة طويلة تحت التراب، هذا يعني أن هذا يبقى لفترة أطول في المكان الذي يولد الموجات الكهرومغناطيسية، وبالتالي سهولة تثبيت وجوده بشكل أكبر وأبسط. يتوجب عليكم التحكم بالقيام بالبحث بنفس الشكل مرتين على الأقل على الهدف، فقيامكم بمقاسات عديدة سوف يساهم في مساعدتكم في تصفية المعادن وتلافي أي خطأ إن وجد. كلما قمتم بتكرار تحكم المسح على أي عنصر تجدونه، تستطيعون أن تعطوا قراراً أجد وأفضل بخصوص فيما إذا كان عنصراً حقيقياً أم لا. تستطيعون أن تجروا عملية المسح التي تقومون بها على شكل متعرجات وبأشكال متوازية. ففي حال إذا أنهيتم أي خط مسح، يمكنكم القيام بالمسح الذي بعده إلى جانبه. لا يجب لف جهاز أخذ المقاسات ما بين الأدوار. بحث أرضيات الثلاثي الأبعاد. بحث أرضيات ثلاثي الأبعاد يساهم في تشكيل جرافيك الثلاثي الأبعاد المرتبط بمسح المكان المحدد. يوجد نموذجين مختلفين في الوظائف أثناء التشغيل والعمل، حيث يوجد هناك وظيفة البحث الأوتوماتيكي على الأرضيات ووظيفة البحث اليدوي على الأرضيات. من أجل التأكد من استخدام وظيفة بحث الأرضيات، يتوجب التأكد من حصول الربط اللاسلكي مع الجهاز. تستطيعون اختيار وظيفة البحث من اللائحة السفلية الموجودة على التطبيق أو من خلال الزر الموجود على الجهاز بعد إجراء عملية الربط. البحث اليدوي. فلدى قيامكم بالضغط على زر مان الموجود على جذع الجهاز أو لدى قيامكم بالضغط على رمز البحث اليدوي الموجود على التطبيق، سوف يتم تفعيل الضوء الأزرق الصغير الموجود على الزر. سوف يتم فتح النافذة بنفس الوقت على التطبيق تظهر لكم فيها ماهية الأمور التي يتوجب عليكم القيام بها قبل البحث. يتوجب عليكم دخول معلومات نقطة البداية ووجهة المسح وتسلسل المسح وعدد إشارة الضربات وفق حجم المكان الذي تجرون عليه عملية المسح على النافذة التي تم فتحها. عدد إشارة الضربات. قوموا بالدخول بعدد إشارة الضربات للمقاسات التي سوف تأخذونها، بحيث يقوم بتحديد كم إشارة في كل دور. يمكن تقليصها عن طريق رمز الناقص ورفعها عن طريق رمز الزائد. يجب أن يكون المسافة ما بين كل إشارة 30 سنتيمتراً. ففي حال إذا قمتم باختيار عدد 10 إشارات الضربات، يتوجب عليكم تشكيل خط بحث يبلغ طوله 300 سنتيمتر أي 3 أمتار. فعدد إشارة الضربات التي تم الدخول إليها فسوف تكون سارية لكل خط تجرون عليه البحث. تسلسل البحث. يتوجب عليكم الدخول لهذا القسم من أجل تحديد تسلسل عملية البحث وفق حجم المكان الذي تودون القيام بإجراء عدد تسلسل المسح فيه. يتوجب أن يكون هناك بين كل تسلسل مسافة تبلغ 30 سنتيمتراً. ففي حال تجاوزتم 10 تسلسلات، سيكون قد تشكل لديكم خط بحث يبلغ مساحة 300 سنتيمتر أي 3 أمتار وفق عدد إشارة الضربات التي قمتم بالدخول فيها. ففي حال إذا انتهت إشارة الضربة التي قمتم بها، سوف يتم الانتقال إلى تسلسل البحث الذي يليه. وجهة المسح. يتوجب عليكم البدء من نقطة البداية والانتهاء عند نقطة النهاية كما يظهر في جرافيك المسح. يمكنكم القيام بإجراء بحث متعرج أو بشكل متوازي. يتوجب عليكم الانتقال إلى تسلسل أو دور المسح الذي يليه لدى انتهاء وإتمام عدد إشارة الضربة التي دخلتموها في كل تسلسل أو دور. لا يتوجب تجميد وجهة جهاز وآلة القياس. نقطة بداية المسح. يمكنكم البدء بالزاوية السفلية اليسرى أو الزاوية السفلية اليمنى بنقطة بداية المسح. من أجل ذلك يتوجب عليكم اختيار الزاوية اليمنى أو اليسرى من نقطة البداية. ففي حال إذا بدأتم البحث من الزاوية السفلية اليسرى، يتوجب عليكم البدء في عملية المسح اللاحقة بالطرف الأيمن. ففي حال إذا كان خياركم في الزاوية السفلية اليمنى، يتوجب عليكم الاستمرار في المسح القادم على الطرف الأيسر منكم.
بعد القيام بإجراء كافة عمليات الضبط قبل البحث، قوموا بالضغط على زر البدء الموجود على القسم الخلفي الموجود على الجهاز، أو اضغطوا على زر تمام الموجود على التطبيق ليتم البدء بنقل المعطيات يدوياً. يتوجب عليكم القيام بالضغط على زر بدء التشغيل الإشارة الموجودة على القسم الخلفي من الجهاز من أجل إشارة كل ضربة في كل خطوة في البحث اليدوي. فكل صوت إشارة أو كل مربع يتم تشكيله في الجرافيك يساوي عدد إشارات الضربات. يتوجب عليكم الانتقال إلى الخطوة التي تليها بعد التقدم 30 سنتيمترا بين كل إشارة من إشارات الضربات. على سبيل المثال، ففي حال إذا كنتم قد دخلتم عدد إشارات الضربات 10، ففي كل دور أو تسلسل يتم خط 10 إشارات بحيث يتم التقدم بعشرة خطوات إشارة. فلدى إتمام عدد إشارة الضربة التي دخلتموها في الضبط قبل البحث، يتوجب عليكم الدخول إلى تسلسل البحث الذي بعده. يتوجب عليكم الضغط على زر إرسال الإشارة في الطرف الأمامي من أجل كل عدد إشارة الضربات، ففي حال إذا لم تقوموا بالضغط على الزر فلن يتم تحقيق إرسال الإشارة. سوف يستمر أخذ المعطيات لدى قيامكم بالضغط على زر بدء التشغيل. هذا الإجراء سار من أجل إرسال أي إشارة. يتوجب عليكم إتمام تسلسل البحث وعدد إشارة الضربة التي دخلتموها في البحث اليدوي. بعد إتمام تسلسل البحث الذي تم الدخول فيه بالربط بعدد إشارات الضربة، سوف يتم الخروج من وظيفة البحث التلقائي في جهازكم، وسوف يظهر على النافذة سؤال فيما إذا كنتم تريدون تسجيل المعطيات التي تم الحصول عليها أم لا من قبل التطبيق. ففي حال إذا اخترتم خيار كلا فلن يتم تسجيل المعطيات التي تم الحصول عليها، وسوف تختفي هذه المعطيات تماما لدى قيامكم بالانتقال إلى البحث الذي يليه أو لدى إقفال التطبيق. لا تنسوا، يتوجب عليكم القيام بالتسجيل من أجل عدم فقدان ومن أجل عدم مسح المعطيات التي تم الحصول عليها. يتوجب عليكم اختيار خيار نعم من أجل تسجيل المعطيات التي تم الحصول عليها. قوموا بعدها بتسجيل اسم الملف الذي يتناسب مع عملكم على ما يتم ظهوره على النافذة بعد إتمامه. فأي من المعطيات التي قمتم بتسجيلها تستطيعون فتحها والتدقيق فيها بالضغط عليها. فبعد قيامكم بإجراء عملية التسجيل أو بالضغط على زر الإلغاء دون إجراء التسجيل أو الحفظ، تستطيعون الاستمرار في التدقيق في شاشة الجرافيك. ففي حال إذا أردتم إنهاء البحث قبل إتمام تسلسل البحث الذي دخلتموه، يتوجب عليكم القيام بالضغط على زر باك، أي الرجوع الموجود على الجهاز. فلدى قيامكم بالضغط على الزر سوف يظهر على شاشة التطبيق حوار تسجيل المعطيات. ومن أجل تسجيل وحفظ المعطيات التي تم الحصول عليها، قوموا باختيار خيار نعم، وفي حال إذا أردتم الخروج دون حفظ المعطيات اضغطوا على خيار كلا. المسح الأوتوماتيكي. ففي حال إذا قمتم بالضغط على زر الأوتو الموجود على الجذع الرئيسي، أو في حال قيامكم بالضغط على زر رمز البحث الأوتوماتيكي الموجود على التطبيق، سوف يتم تفعيل الضوء الأزرق الصغير الموجود على الزر. سوف يتم فتح النافذة بنفس الوقت على التطبيق تظهر لكم فيها ماهية الأمور التي يتوجب عليكم القيام بها قبل البحث. يتوجب عليكم دخول معلومات نقطة البداية ووجهة المسح وتسلسل المسح وعدد إشارة الضربات وفق حجم المكان الذي تجرون عليه عملية المسح على النافذة التي تم فتحها. عدد إشارة الضربات. قوموا بالدخول بعدد إشارة الضربات للمقاسات التي سوف تأخذونها بحيث يقوم بتحديد كم إشارة في كل دور. يمكن تقليصها عن طريق رمز الناقص ورفعها عن طريق رمز الزائد. يجب أن يكون المسافة ما بين كل إشارة 30 سنتيمترا. ففي حال إذا قمتم باختيار عدد 10 إشارات الضربات، يتوجب عليكم تشكيل خط بحث يبلغ طوله 300 سنتيمتر، أي 3 أمتار. فعدد إشارة الضربات التي تم الدخول إليها فسوف تكون سارية لكل خط تجرون عليه البحث. تسلسل البحث. يتوجب عليكم الدخول لهذا القسم من أجل تحديد تسلسل عملية البحث وفق حجم المكان الذي تودون القيام بإجراء عدد تسلسل المسح فيه. يتوجب أن يكون هناك بين كل تسلسل مسافة تبلغ 30 سنتيمترا. ففي حال تجاوزتم 10 تسلسلات سيكون قد تشكل لديكم خط بحث يبلغ مساحة 300 سنتيمتر، أي 3 أمتار، وفق عدد إشارة الضربات التي قمتم بالدخول فيها. ففي حال إذا انتهت إشارة الضربة التي قمتم بها سوف يتم الانتقال إلى تسلسل البحث الذي يليه. وجهة المسح.
يتوجب عليكم البدء من نقطة البداية والانتهاء عند نقطة النهاية كما يظهر في جرافيك المسح. يمكنكم القيام بإجراء بحث متعرج أو بشكل متوازي. يتوجب عليكم الانتقال إلى تسلسل أو دور المسح الذي يليه لدى انتهاء وإتمام عدد إشارة الضربة التي دخلتموها في كل تسلسل أو دور. لا يتوجب تجميد وجهة جهاز وآلة القياس. نقطة بداية المسح: يمكنكم البدء بالزاوية السفلية اليسرى أو الزاوية السفلية اليمنى بنقطة بداية المسح. من أجل ذلك يتوجب عليكم اختيار الزاوية اليمنى أو اليسرى من نقطة البداية. ففي حال إذا بدأتم البحث من الزاوية السفلية اليسرى، يتوجب عليكم البدء في عملية المسح اللاحقة بالطرف الأيمن. ففي حال إذا كان خياركم في الزاوية السفلية اليمنى، يتوجب عليكم الاستمرار في المسح القادم على الطرف الأيسر منكم. بعد القيام بإجراء كافة عمليات الضبط قبل البحث، قوموا بالضغط على زر البدء الموجود على القسم الخلفي الموجود على الجهاز، أو اضغطوا على زر تمام الموجود على التطبيق. سوف يتم البدء بنقل المعطيات تلقائيا، فكل صوت إشارة أو كل مربع يتم تشكيله في الجرافيك يساوي عدد إشارات الضربات. يتوجب عليكم الانتقال إلى الخطوة التي تليها بعد التقدم 30 سنتيمترا بين كل إشارة من إشارات الضربات. على سبيل المثال، ففي حال إذا كنتم قد دخلتم عدد إشارات الضربات 10، ففي كل دور أو تسلسل يتم خط 10 إشارات بحيث يتم التقدم بعشرة خطوات إشارة. فلدى إتمام عدد إشارة الضربة التي دخلتموها قبل البحث، سوف يتم إيقاف أخذ معطيات التطبيق ليطلب منكم مجدداً الانتقال إلى نقطة التسلسل الأخرى. يتم انتظار قيامكم بالضغط مجدداً على زر البدء الموجود في القسم الأمامي من الجهاز. سوف يستمر أخذ المعطيات لدى قيامكم بالضغط على زر بدء التشغيل. يتوجب القيام بهذا الإجراء لدى الانتهاء من عملية أي تسلسل. يتوجب عليكم إتمام تسلسل البحث وعدد إشارة الضربة التي دخلتم فيها في البحث التلقائي. بعد إتمام تسلسل البحث الذي تم الدخول فيه بالربط بعدد إشارات الضربة، سوف يتم الخروج من وظيفة البحث التلقائي في جهازكم، وسوف يظهر على النافذة سؤال فيما إذا كنتم تريدون تسجيل المعطيات التي تم الحصول عليها أم لا من قبل التطبيق. ففي حال إذا اخترتم خيار كلا، فلن يتم تسجيل المعطيات التي تم الحصول عليها، وسوف تختفي هذه المعطيات تماما لدى قيامكم بالانتقال إلى البحث الذي يليه أو لدى إقفال التطبيق. لا تنسوا، يتوجب عليكم القيام بالتسجيل من أجل عدم فقدان ومن أجل عدم مسح المعطيات التي تم الحصول عليها. يتوجب عليكم اختيار خيار نعم من أجل تسجيل المعطيات التي تم الحصول عليها. قوموا بعدها بتسجيل اسم الملف الذي يتناسب مع عملكم على ما يتم ظهوره على النافذة بعد إتمامه. فأي من المعطيات التي قمتم بتسجيلها تستطيعون فتحها والتدقيق فيها بالضغط عليها. فبعد قيامكم بإجراء عملية التسجيل أو بالضغط على زر الإلغاء دون إجراء التسجيل أو الحفظ، تستطيعون الاستمرار في التدقيق في شاشة الجرافيك. ففي حال إذا أردتم إنهاء البحث قبل إتمام تسلسل البحث الذي دخلتموه، يتوجب عليكم القيام بالضغط على زر باك أي الرجوع الموجود على الجهاز. فلدى قيامكم بالضغط على الزر، سوف يظهر على شاشة التطبيق حوار تسجيل المعطيات. ومن أجل تسجيل وحفظ المعطيات التي تم الحصول عليها، قوموا باختيار خيار نعم، وفي حال إذا أردتم الخروج دون حفظ المعطيات، اضغطوا على خيار كلا. البحث المباشر: البحث المباشر على بعدين يقومان بنقل المعطيات بنفس الوقت. تستطيعون مشاهدة البنى والهياكل والفراغات والعناصر المغناطيسية والمعدنية بشكل أفضل وأسرع الموجودة والمطمورة تحت الأرض. قوموا بالضغط على رمز البحث المباشر الموجود على التطبيق من أجل استخدام وظيفة البحث المباشر، أو قوموا بالضغط على زر لايف الموجود على الجهاز ليتم حينها تفعيل الإضاءة الزرقاء الصغيرة الموجودة على الزر. ففي حال أصبح وظيفة البحث المباشر فعالاً، سوف يتم فتح نافذة منبهة يحدد ضغطكم لزر بدء الإشارة الموجود على الجهاز على شاشة التطبيق. قوموا بالضغط على كلمة تمام التي تظهر على شاشة التنبيه، أو الضغط على زر بدء الإشارة الموجود على الجهاز بعد الإمساك بوجه جهاز إيفو بشكل عمودي لدى ظهور هذا التنبيه على الجهاز. وقبل البدء بالبحث المباشر، سوف يتم إرسال تنبيه الرجاء الانتظار لدى القيام بتحليل الأرضية، وسوف ينتقل الشاشة للبحث المباشر بعد الانتظار لمدة معينة.
سوف يتم نقل المعطيات الجرافيكية بشكل مستمر من الأعلى للأسفل في عملية نقل المعطيات للبحث المباشر. يمكنكم القيام بإجراء بحث بهز جهازكم يميناً ويساراً دون أي تحديد أثناء نقل المعطيات. يتم إظهار كل من عناصر المؤثرات المغناطيسية العالية وكل العناصر المغناطيسية باللون الأحمر على الأغلب على شاشة البحث المباشر، ويمكن أن يظهر البعض منها باللون البرتقالي، أما الآبار ملء الأتربة والفراغات الحاصلة تحت الأرض فتظهر باللون الأزرق. وبالنسبة للمتغيرات الأخرى التي تكون غير طبيعية في التربة يتم إظهارها على الشاشة باللون الأخضر. كما يمكنكم مشاهدة العناصر التي تمتلك تأثيراً منخفضاً نسبياً من العناصر التي تمتلك تأثيراً مغناطيسياً والتربة المعدنية باللون الأصفر والبرتقالي. الأعداد التي تسير نحو الأسفل من الجهة اليسرى على شاشة البحث المباشر هي عبارة عن قيم عددية للمعطيات التي حصلتم عليها في تلك اللحظة. كما يمكنكم مشاهدة الفروقات تحت الأرض على شكل أرقام وألوان. فتح الملفات المسجلة. يمكنك حفظ البيانات التي تلقيتها على جهازك المحمول ثم فتحها مرة أخرى. لإعادة فتح البيانات المسجلة اضغط على رمز فتح الملف في القائمة الرئيسية. سيتم عرض البيانات المخزنة في القائمة. إذا كنت ترغب في حذف البيانات فيمكنك الضغط على زر الحذف على جانب الأيسر من البيانات التي قمت بتسجيلها. حدد البيانات التي تريد مراجعتها. سيتم عرض البيانات الرسومية للملف المحدد على الشاشة التي تفتح. يمكنك رؤية الرسم البياني على هذه الشاشة. يمكنك تكبير أو تصغير الرسم البياني باستخدام إصبعين بحيث يمكنك رؤية المخطط بسهولة أكبر، ويمكنك قراءة الأرقام بسهولة أكبر. يمكنك تدوير الرسم البياني بإصبع واحد لرؤية الرسم البياني من زاوية مختلفة. يمكنك تحريك الرسم البياني داخل الشاشة باستخدام إصبعين لتحريكها يميناً ويساراً أو أعلى. تحليل المعطيات الجرافيكية. لدى استخدام الألوان الطبيعية، الألوان الحمراء في الرسم البياني هي عناصر تمتلك التأثير المغناطيسي العالي والعناصر المعدنية. الألوان الزرقاء هي عبارة عن ملء الأتربة والآبار والفراغات تحت الأرض. اللون الأخضر هو عبارة عن تربة عادية لا يمتلك أي عناصر تحمل تأثيراً مغناطيسياً. أما بالنسبة للون الأصفر والبرتقالي هي تمثل عناصر لها تأثير مغناطيسي أقل ومنخفض نسبياً، والتربة المعدنية والهياكل المعدنية والبنية المعدنية. بالنسبة لخيارات الألوان الأخرى فتعني إن المعلومات مختلفة. يمكن إحداث فوارق مثل التربة الممتلئة أو المعدنية المكثفة أو العادية. المعدنية المرتبطة ببنية التربة في المجال الذي تم إجراء المسح فيه تماماً، والإعداد السطحية الموجودة على منطقة البار في الأطراف اليمنى. التربة المعدنية المكثفة باللونين الأحمر والأصفر. التربة ذي البنية العادية باللون الأخضر. التربة الممتلئة أو التي تم حفرها وتعبئتها بالتراب باللون الأزرق الفاتح. اللون الأزرق الغامق يظهر لنا أنه يوجد هناك فجوات. تثبيت المعادن. التمييز بين المعادن والتربة المعدنية. قد يصعب في البداية التمييز بين المعدن والأواسط المعدنية. أحياناً يمكن أن يظهر لديكم اللون الأحمر في أخذ بعض القياسات في الأواسط المعدنية، حيث يمكنكم مشاهدة النتائج المعدنية على الطرف الأيسر والغير معدنية على الطرف الأيمن من بين نتائج البحث. فالعناصر المعدنية تظهر بشكل واضح، أما الوسط المعدني فيظهر بشكل عام غير متراص ومتوزع وبشكل متشتت. العناصر المعدنية تظهر باللون الأحمر، أما البنى المعدنية فتظهر باللون الأصفر والبرتقالي. الشيء الذي يجعلنا نميز بشكل أكبر بين المعادن والبنى المعدنية يكون هناك فروقات واضحة في الأعداد بين التربة في المعطيات التي يتم الحصول عليها. قوموا بالضغط على رمز المعطيات العددية الموجودة على التطبيق لديكم من أجل مشاهدة قيم هذه الأعداد. سوف يتم تحديد قيم الأعداد مع خط الشواء الموجود على الرسم البياني. يجب أن يكون هناك 10 وحدات إضافية على الأقل بين كل من العناصر المعدنية التي تظهر باللون الأحمر والتراب الذي يظهر باللون الأخضر في الرسم البياني. على سبيل المثال، إذا كان مستوى التربة 220، فمن أجل أن تكون تمتلك قيمة أكثر أو أي مادة معدنية يتوجب أن تصل إلى الرقم 235. فإذا كان هناك فروقات بسيطة فيكون البنية معدنية،
ففي حال إذا كانت هناك فروقات كبيرة بين التراب والعناصر التي تمتلك التأثير المغناطيسي، فهناك احتمال كبير جدا أن تكون هذه عناصر معدنية. على سبيل المثال، مستوى التربة 180 وحدة، مستوى المادة المعدنية تكون 300 وحدة. يمكن تثبيت العناصر المعدنية المطمورة تحت التراب لفترة طويلة من الزمن بكل سهولة وأريحية. ففي حال إذا أردنا الاختصار من أجل أن نقول على المعطيات ذي اللون الأحمر إنها عبارة عن معادن، يجب أن يكون اللون أحمراً على الرسم البياني، ويتوجب أن يكون على أطراف اللون الأحمر يكون هناك القليل من اللون الأصفر، ويكون لها شكل واضح. يجب أن يكون هناك زيادة بين كل من العناصر المعدنية والتربة التي تظهر باللون الأخضر على الأقل 15 وحدة أو فما فوق. من أجل فهم إذا كان العنصر هو من المعطيات الحقيقية أم لا، يتوجب أخذ مقاسات متعددة في نفس النقطة، ويتوجب على كل هذه المقاسات أن تشبه بعضها البعض. تثبيت الفراغات. تظهر كافة الفراغات المتشكلة تحت الأرض كالمقابر والغرف والأنفاق المتشكلة بشكل اصطناعي تحت التربة على الرسم البياني باللون الأزرق. ففي حال حصول أي نوع من التجويف تحت الأرض مثل تعبئة التربة وانجراف التربة، فتظهر لدينا معطيات التجويفات هذه باللون الأزرق الفاتح، كما يمكن أن تظهر باللون البرتقالي والأخضر الفاتح. ففي حال إذا تم البحث عن بنية مناسبة ويكون لها شكل واضح كالمقابر، يتوجب أن تظهر بشكل تشبه أبعاد المقابر وتتخذ شكلا مستطيلا وتظهر باللون الأزرق على الرسم البياني. يجب أن يكون هناك انخفاض في الأعداد يصل إلى 15 عدد على الأقل بين التراب الذي يظهر باللون الأخضر والتجويفات التي تظهر باللون الأزرق على الرسم البياني. على سبيل المثال، إذا كانت مستوى التربة 130 وحدة، يكون نسبة أو معطيات الفجوات في التربة 115 وحدة، أو تظهر بقيم متدنية أكثر من هذا. ففي حال إذا كان هناك عدة فروقات، فهذه الفروقات تكون فروقات سطحية للتراب أو التجويفات التي تشكلها العناصر مثل الأحجار وفق هذه المعطيات. من أجل تسمية المعطيات التي تظهر باللون الأزرق على الرسم البياني بشكل خاص بالتجاويف، يتوجب على المعطيات التي تظهر على الرسم البياني أن تظهر باللون الأزرق. يتوجب على البنية التي يتم البحث فيها أن تكون مناسبة وبشكل واضح. يتوجب أن يكون المعطيات بين التراب والتجاويف على الأقل 15 وحدة، ولا يجب أن يقل أكثر من ذلك. احتساب العمق. يمكنكم الحصول على معلومات تخمينية بخصوص عمق التجويفات تحت الأرض أو العناصر المعدنية والعناصر الحقيقية في المقاييس التي يتم إجراؤها. يمكن أن يظهر مقاييس مختلفة للعمق وبنية التربة والعناصر نتيجة بقائها مطمورة لفترة طويلة جدا تحت التربة. قوموا بالضغط على زر تحليل العمق الموجود في يسار اللائحة في التطبيق أثناء تحليل المقاس الذي تم إجراؤه. قم باختيار نوع التربة التي تتناسب مع المكان الذي تعملون عليه في النافذة المفتوحة. على سبيل المثال، قم باختيار نوع التربة ذي تربة معدنية عالية في التربة التي تمتلك معادن مرتفعة، المعادن الخفيفة في التربة مثل الحقول والتي تكون غير معدنية، التربة الحجرية التي تكون في مكان ذي بنية صخرية، الباتون مثل المناطق التي تتشكل من الصخور. ففي حال إذا لم تكونوا تمتلكون أي معلومات حول نوع التربة أو معلومات تخمينية حولها، قوموا بخيارات مختلفة لمعلومات العمق وقوموا بخلطها، وهذا سيوفر لكم حسابات سليمة. إن متوسط احتساب مكان خيار الميل مع خيار التربة المعدنية الخفيفة بشكل عام سوف يعطيكم نتائج سليمة جداً. سوف يتم تحديد معلومات العمق من أجل كل نقطة على الرسم البياني بعد اختيار نوع التربة. الارتفاع التي تتموضع على الرسم البياني تكون من جنس المتر. يمكنكم مشاهدة معلومات العمق من أجل كل النقاط داخل مربع الإشارة. إذا لم يكن هناك أي فروقات غير طبيعية تحت الأرض أو عناصر ذي التأثير المغناطيسي في المقاييس، سوف يتم إظهار معلومات العمق صفراً أو بعدد أخفض أو أقل في التطبيق. على سبيل المثال، يتم تسجيل العنصر المعدني فوق 1.26 الذي يظهر على الرسم البياني. هذا يعني عمق العنصر المعدني يكون 1.26 مترا وفق بنية التربة المعدنية الخفيفة. يتم إجراء المعلومات في عمق المعلومات مع حساب محدد.
هذه المعلومات تمنحك فكرة تخمينية. معلومات العمق هذه نهائية وليست معلومات ملزمة.